والآن أدعو سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي السيد أحمد أبو الغيض الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ممثلا عن حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه أن أنقل لكم جميعا تحيات سموه وتمنياته لكم بالتوفيق والسداد في كل ما فيه خير أمتنا العربية وخدمة قضاياها العادلة. كما يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة إلى قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على رئاستها لأعمال هذه القمة في دورتها 32، معربين عن ثقتنا بأن ما تحظى به من خبرة وحكمة سيكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق، شاكرين المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على ما أحطنا به من كرم ضيافة وما شاهدناه من أعداد مميزا لهذا اللقاء الهام. كما أشكر أخي العزيز فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على ما بذله من جهود خلال رئاسته لأعمال قمتنا السابقة، ولا يفوتنا الإشارة بجهود معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيض وجهاز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على إعداد لقائنا ومتابعته. الحضور الكرام، إننا نشعر بالتفاؤل لبوادر الانفراجات الحاصلة في المنطقة، ومنها البيان المشترك بين كل من المملكة العربية الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة برعاية جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مؤكدين أن هذه التفاهمات ستنعكس إيجابا على استقرار المنطقة وازدهارها وتحقيق تطلعات شعوبها. إلا أن التفاؤل يمتزج بالقلق حيال استمرار بعض التحديات التي يواجهها وطننا العربي، إذ يأتي اجتماعنا اليوم في ظل تطورات متسارعة تحيط بدولنا العربية والتي تنعكس بلا شك على أمن منطقتنا واستقرارها، كما أن استمرار بعض الاضطرابات في العالم ومنها ما يحدث في أوكرانيا له تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يحتم علينا وضع التصورات والآليات المناسبة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات. وفيما يتعلق بالشأن السوري، فإن دولة الكويت تجدد تأييدها لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8914 وترحيبها كذلك بالبيان الصادر في أعقاب اجتماع جدة والبيان الصادر عن اجتماع عمان، وكلنا أمل في أن تكون عودة سوريا إلى بيت العرب منطلقا لانتهاء الأزمة ومعاناة الشعب السوري الشقيق. وفي هذا الشأن تؤكد دولة الكويت موقفها المبدئي الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، وموقفنا المستمر منذ بداية الأحداث بتقديم الدعم الإنساني لكافة أطياف الشعب السوري، متطلعين في هذا الصدد إلى التزام الحكومة السورية بما تضمنه
بيان جدة وعمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يضمن عودة سوريا لممارسة دورها الطبيعي المؤثر في محيطها العربي والإقليمي والدولي. الحضور الكرام، ستبقى القضية الفلسطينية على رأس الأولويات والتحديات التي تواجه أمتنا العربية، ونود التأكيد هنا على موقف دولة الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه وجرائمه التي تمس الوضع التاريخي لمدينة القدس، كما ندعو المجتمع الدولي إلى القيام بدوره لإعادة إحياء عملية السلام وصولا إلى حل عادل شامل وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية. وختاما، فإن أمام دولنا العربية مسؤوليات وتحديات جسام تتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهود وتنسيق المواقف لضمان مستقبل آمن مستقر في كافة ربوع وطننا العربي، متمنيا لأعمال هذه القمة كل التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح على كلمته.